طيب قبل ما نعمل ران بقى يا باشمهندس، كنا بنروح هنا لقائمة ران، تمام، كراكنج اناليسيس اوبشن، ونحدد له بقى. طبعا هو عشان لازم يدخل طبعا حديد التسليح في حسابات الديفليكشن، تمام، فكنا بنقول له فروم فاينات اليمنت، دي افضل طريقة يا باشمهندس. طبعا الخيار الاول كنا بنقول ان احنا بنرسم له احنا التسليح بايدينا، الخيار، وطبعا دي حاجة صعبة، يعني صعبة بتاخد وقت وكده. طيب الخيار الثاني يا باشمهندس فروم فاينايت اليمنت بيز ديزاين، هو البرنامج بيصمم، بياخد بقى التسليح اللي هو صممه وطلعه، يحطه بقى ايه، يحطه في البلاطه ويعتمد عليه، خلاص. طيب ثالث خيار هو الكويك تنشن ريبار سيليكشن، بندخل له احنا الشبكه بايدينا يا باشمهندس. طبعا الخيار الثاني هو الافضل، ولكن لو انت بتستخدم كود موجود على البرنامج، تمام، انما هتستخدم الكود المصري فلازم تدخله انت بقى الشبكه بايدك، لان لو قلت له فروم فاينانت اليمنت بيز ديزاين هيصمم لك مثلا على الكود الامريكي، والتسليح اللي هيطلع هيحطه لك، هي مش هتفرق كتير على فكره، بس باي 12 يعني، في الغالب اقل شبكه بنستخدمها بتكون 5 باي 12 سفلي وعلوي، تمام. هنا المينيمم ريفورسمنت ريشيو طبعا وفقا للكود المصري 15 من 100%، ديت المينيمم، ولكن قلت لك يفضل ان انت تحط النسبه اللي انت هتستخدمها، تمام. وخلي بالك مهما كان الخيار اللي انت هتستخدمه يا باشمهندس، اقل نسبه البرنامج هياخدها هي النسبه اللي انت مدخلها له هنا يا باشمهندس. يعني لو انت هنا استخدمت مثلا، قلت له نسبه مثلا نسبه تحاكي ال 5 في 12، ورحت هنا حطيت له 4 في 12، تمام، مش هيعتمد على 4 في 12، هيعتمد على 5 في 12، تمام. يعني ده الكلام ده برضه في الكتاب اهوت. قلت لك مهما كان الاختيار المستخدم من الثلاثة لن يأخذ البرنامج السيف أي نسبة تسليح أقل من الذي سوف تؤخذ، سوف توضع، تمام، في المينيمم رينفورسمنت ريشيو مثلا 5 فاي 12. طب خلينا نشوف النسبة بتاعتهم هتكون قد إيه. كنا بنقول إيه، اريا ستيل على اريا كونكريت عشان نجيب النسبة، خلاص. اريا ستيل مثلا 5 في 1.13 على اريا كونكريت عندي هتكون 1000، يعني 1 متر في 20 سم سمك البلاطه ناقص 2 سم كفر، يعني 180 مللي، يعني 0 3 1 3 1 4 0 3 1 4 سفلي وعلوي بقى يا باشمهندس. هتلاقي طبعا النسبه اللي مينا واللي انت حاططها هنا هي نفس الشبكه، خلاص. طيب تاني حاجه يا باشمهندس، بتخش بقى كده على الماتيريال بتاعتك، تظبط المودلس اوف رابشر عشان ياخد لك في الاعتبار الكراك بقى يا باشمهندس، الكراك اللي هيحصل في القطاع، تمام. امتى يحصل كراك؟ لما الاف تي الاجهاد بتاع الشد يعدي المودلس اوف رابشر. طيب هنا يا باشمهندس لو سبتها له كده هياخدها من الكود، بص نص، تقول له كالكيوليت اوكي، هتلاقي حسبها لك اهوت كده بالطن، تقول له اوكي. اوكي كده خلصنا يا باشمهندس، تقدر تعمل رن كده يا باشمهندس، عمل رن اهوت. لو عايزين نشوف الديفوم متشيل اهوت يا هندسه، كله تمام طبعا، متوقع ان الديفليكشن الكبير يكون هناك هنا. طيب نبص كده، متوقع يكون هنا كده يا باشمهندس. طيب نيجي كده شو دي فورمت شيب، ونقول له لونج تيرم ديفليكشن، وتقول له ابلاي. اكبر قيمه يا باشمهندس 8 مللي، لما نيجي نبص في الغالب هنا اهوت، تمام، يعني في المنطقه ديت، يعني قيمه قليله، يعني مش كامله 1 سنتي، فديت قيمه مناسبه جدا ما فيهاش اي مشكله، خلاص. لو عايزين نقارنها بالالاوبل، شو اون دي فورم شيب، هو في المنطقه ديت يا باشمهندس. طيب فاللي هيكون حاكمنا بقى ايه، عندنا هنا مثلا ركيزه هنا زي الكور ده، وركيزه هنا، خلاص. طيب قصادها مثلا ممكن نقول الثلاث اعمده دول كده على شريحه واحده. لو تفتكر معايا يا باشمهندس كنا قلنا ايه في موضوع الالاوبل ده، قلت لك في الفلات سلاب بناخد 3 كيسز. اول كيس بناخدها مثلا دلوقتي، ادي عمود مثلا، هو الديفليكشن في المنطقه دي، خلاص الماكسيمم ديفليكشن هنا. فعشان نشوف الالاوبل طبعا كنا بنقسم الطول
على 240. طب انهي طول يا باشمهندس؟ المفروض الطول الكبير. لا، في الفلات سلاب المفروض، يعني بما ان هو الطول الكبير لو كان المنشأ منتظم، يعني الاعمده على استقامه واحده والكلام ده، الغالب ده ما بيحصلش، فبيكون مثلا وليكن الاعمده بالشكل ده. طب بناخد قطر كده يا باشمهندس، يعني بناخد القطر كده يا باشمهندس، يعني بناخد اللاين من هنا لهنا، العمود ده للعمود ده الاكبر، تمام؟ لا الاقل، طول القطر الاقل. طيب وبعد كده نقسم القيمه على 240. طيب ناخد بقى قيمه ثانيه، ناخد خط كده وخط كده يا باشمهندس، وناخد الطول ده يا باشمهندس. طيب الطول ده يا باشمهندس هيدينا هنا ديفليكشن، ولكن المفروض طبعا ان انا عندي هنا برضو قيمه ديفليكشن للكولوم ستريب ديت، وقيمه هنا يا باشمهندس، فالمفروض بناخد الافرج ما بينهم، وبعد كده بنطرح بقى ايه، بنطرح القيمه ديت من الافرج، وبعد كده نقارن القيمه ديت ب اللي على 240. نفس الكلام هنا يا باشمهندس، خلاص نفس الكلام، بناخد ايه الطول ده كده يا باشمهندس ما بين النقطه ديت والنقطه دي، من النص بالظبط طبعا، من النص، تمام، ونقارن برضو نفس الكلام. طب خلينا نظهر كده تاني القيمه، نشوف في انهي مكان بالظبط. هو هنا بالظبط، يعني قصاد نص الكور، تمام. طبعا القيمه مش كبيره يا باشمهندس، يعني القيمه مش كبيره، وده لان المسافات قليله من الاعمده اصلا. طيب يعني هي القيمة هنا تقريبا، فممكن نقول ان الباكي عندنا هتكون الكور ده، الحيطة ديت والحيطة ديت والعمود ده والعمود ده، خلاص. طيب لو هناخد مثلا القطر يا باشمهندس، هيكون ده اقصر قطر، في قطر كده ده الطويل، وده القطر القصير، ممكن نقول له درو، في درو دايمنشن لاين، ادي الطول ده كده يا باشمهندس، طوله قد ايه؟ 6 متر 70، 6 متر 70، خلاص. فلو قسمنا كده يا هندسة، 6 متر 70 يعني بالسنتي 670، نضيف صفر عشان يبقى بالملي على 240، يبقى الالاوبل 27 ملي، تمام. واللي كان عندي القيمه اللي كانت عندي كانت 8 ملي، يبقى احنا كده سيف، خلاص. طيب لو رسمنا خط كده يا هندسه، احنا ممكن بقى نعمل الكلام ده على الاوتوكاد احسن، تمام. طبعا قيمه الديفليكشن كانت هنا يا باشمهندس، يعني هي مش جايبه يعني العمود ده او ده او، يعني لو خدنا الباكيه ديت، يعني العمودين دولت والاثنين كور دولت، هتبقى هي هي لو خدنا دول. طيب نرسم خط كده بقى يا باشمهندس من هنا كده لهنا، خط كذلك كده، تمام. طيب القطر الاصغر طبعا هو الطول ده، يعني نفس القصة يعني، تمام. طيب كنت قلت لك يا باشمهندس ان احنا بقى بناخد الطول ده كده السنتر كده للسنتر، قيمته 4 73، يعني القيم اقل حتى من الموضوع القطر، هو الموضوع القطر هو الكريتيكال اصلا، 5 متر 80، تمام. طيب المفروض بقى يا باشمهندس مثلا هتشوف الديفليكشن، احنا القيمة الاكبر مثلا كانت الطول ده، فهتشوف مثلا الديفليكشن هنا، وهتشوف الديفليكشن هنا قيمتهم قد ايه في الجزء ده وفي الجزء ده، بعد كده تاخد الافرج وتطرحه من قيمه الديفليكشن اللي هنا ده يا باشمهندس، ونقارن بايه اللي على 240. بس اهم حاجه بيني وبينك، اهم حاجه القطر، خلاص هو سيف ديفليكشن. طب لو عايزين نشيك على البقل، على البنش، اهو بالشكل ده يا باشمهندس، طبعا سيف بنش، سيف بنش، هما ده العمودين دولت، الباقي مرتبط بكاميرات، العمود ده كان عليه احمال كبيره فعلا اهوت، العمود ده خطر جدا اهوت، بس سيف برضو، تمام، برضو سيف، تمام. يبقى كده يا باشمهندس ما عندناش اي عمود فيه مشكلة في البنش، كده يا باشمهندس تقدر ان انت تصمم وما عندكش اي مشكلة، خلاص.